فتاة ذكية أفكارها كثيرة وتحلم دائما لا شيء قد يعترض طريق الفراولة. مرحبا الفراولة. مرحبا الفراولة. سيد طويل تمسك، انزلني بسرعة. أرجوك أنسة فراولة بسرعة. لا أستطيع الوصول إليه. هذا كل الحبل الذي لدينا. اتركي لي الحبل. والآن أمسكنا بقدمي. ماذا؟ بسرعة افعلنا ذلك. لقد نجح. ثقيل جدا، لا أستطيع حمله. الحجر الحار. فراولة، كيف أستطيع أن أشكرك؟ لقد أنقذتني. ولكننا فقدنا الحجر الحار المدهش، وفقدنا أيضا متينتنا. أنا آسفة، لم أستطع إنقاذ الاثنين. لا بأس أبدا فراولة، وقد عرضتكن جميعا لخطر كبير لم يجدر بي فعل ذلك أبدا. كوب من دقيق الذرة، ملعقتان صغيرتان من بتلات البنفسج. ماذا؟ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأخضر. يا لحظي، أنا لو سمحتي، أنا أفضل لو أنك. مسحوق الهندباء البرية، صينية الفاصولياء بالفرن، بتلات الورود المحضرة مع صلصة بذور الخشخاش، كتاب للطبخ، بعض وصفات المفضلة لابني المفضل مع حبي أمك. ولكن أين كل تلك القصص عن عائلتك؟ ابنة العم منال، وأيضا العم بلال، وابن العم جلال. لا، ليس لدي عائلة، كل ما لدي كتاب أمي للطبخ. وماذا عن الحجر الحار؟ لهذا السبب حاولت التخلص منه قبل أن تتمكننا يا فتيات من اكتشاف الحقيقة البشعة. الحقيقة أنه نعم، أنه مجرد حجر. وماذا عن الذهب؟ إنه ذهب المجانين. أنا آسف. ماذا؟ إنه معدن يدعى حديد البيريت، وهو يلمع كالذهب، لذلك يشبهونه به. إذن نحن المجانين؟ آنسة فراولة، ليس الأمر كذلك. أرجوك لا تفهمي على هذا النحو. بكل بساطة، كنتم جميعا تعساء لخسارتكم موطنكم، وأردت أنا من كل قلبي أن أروح عنكم وأمنحكم القليل من الراحة والأمل وقصة سعيدة. ما الذي فعلته؟
هيا أسرعنا بسرعة، علينا إيجاد الثميرات. أين الجميع؟ بوبي ظننت أنكم رحلتم. نرحل من دونك؟ هذا لن يحصل أبداً. فراولة أنت بطلتنا. أخشى أنني لست كذلك. ها؟ ماذا تقصد بذلك؟ أنا لم أستطع إيجاد الحجر الحار. أنا آسفة جداً، أنا أعرف أنني خيبت أملكم. وماذا سيحل بنا؟ زهر التوت، تذكرين؟ كان هذا ذكاء منك. أقصد كيف توصلت إلى وجهة الجنوب؟ هل أساعدك في التوضيب أو في حمل بعض الأشياء أو هل من شيء أفعله خوخة؟ أنا فقط سأخذ هذا. انظري، إنها رقصة الأشواك. تذكرين؟ لا 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 لا. شكراً. الحجر الصغير ذاك الذي حاولت زحزحته. لست أدري، لا أذكر. لو أننا نستطيع فقط أن نحركه من دون أن نكون قربه. حسناً، لا بأس. أعرف أنها كانت فكرة سخيفة، لا داعي لأن تسخري من الأمر. ماذا هناك؟ ربما لا شيء. ولكن ربما شيء ما. حسناً، ها هي الخطة. عنبية ستقود المجموعة، وبواسطة هذه البكارة يسحبون الحجر الصغير الذي يسد طريق الصخرة. وعندها تتدحرج نزولاً وتدمر بيوتنا. أنت سترأسين مجموعة أخرى وتتجهين نزولاً وتبنون شبكة عملاقة، وهي التي ستواجه الصخرة نزولاً نحو الوادي. أنا حقاً لا أعتقد، يعني أنا آسفة، ولكن هذه الطريقة خطرة. من الذي سبق أن قال في بعض الأحيان؟ عامر. ولكن يجب أن تكون هناك وسيلة أكثر أماناً.
لا وقت لنا للبحث عن أفكار أخرى. يا بنات لحظة، نحن بحاجة إلى أن نلحق بالثميرات. رجاء توقفنا، أنا لا لا يكفينا الوقت لنفاصل هذا. أنت ستقودين مجموعة أخرى نزولا، تتكلمين عن مشروع كبير لتواجه بدورها الصخرة نحو المهدي. ولكن أنت التي تقولين دائما لا يهم أن تكون صغيرا ما دمت تفكر دائما في الإمكانيات الكبيرة. نعم، ولكن أنا أعني أن هذا ماذا؟ أنا حقا خذلتكن وورطتكن في رحلة مريعة بحثا عن ذلك الحجر المزيف. هذا أكثر شيء مسلم فعلته. كنا نعتقد أننا لا نستطيع شيئا. لقد طرنا. هذا بفضلك. ولكن كيف سنصنع شيئا بهذا الحجم؟ سنحتاج إلى المساعدة. بالضبط. والثميرات آتون. لا يوجد وقت، لقد رحلوا بالفعل. التوت يجب أن يعاد زرعه. لن يعود أدراجهم الآن إلى هنا ويدخل في مغامرة ثانية قد تكون فاشلة. سيفعلون إن أنت طلبت منهم. أنا؟ ولما سيستمعون إلي؟ لأنك تملكين موهبة حقيقية. فيما؟ في المطبخ؟ لا، تساعدين الأشخاص ليصدقوا أنهم أبطال. نعم، أنت أقنعتني بالقفز عندما كنا في الرحلة، وأنت جعلتني أختار فكرة واحدة وأعتمدها. لا أحد قبلك كان قادراً على ذلك. جعلتني أطير عندما كنت عاجزة عن الحراك. أجل، لقد طرت ولقد وثبت بشكل جيد. أرجوك فراولة، نحن نثق فيك. والثميرات كذلك. حسناً، عندما أصل إلى ثلاثة، واحد، اثنان، ثلاثة، هذا يكفي. هل أنت بخير ليمونة؟ نعم فراولة، أنا بخير. نحتاج إلى المزيد من القماش على هذا الجانب. هيا أسرع أسرع هكذا. جاهز. حسناً، لا يكفينا الوقت لأخذ المقاسات اللازمة، ولكن أريد أن توضع الشبكة هنا. تبدو لي فكرة ممتازة. سيد طويل، هل يمكنك أن تدخل الإبرة؟ أدخل الإبرة؟ هل لا تفعل؟ الواقع كنت على وشك الرحيل، ولكن أظنني أستطيع. أدخلتها. أنتم جاهزون؟ عندما أصل إلى ثلاثة، واحد، اثنان، ثلاثة، اسحبوا. Oh.
عليك فراولة، والآن التقطي. أنا لا أستطيع فكه. أوه، خذي هذا، استعمليه. أقدمها. هدية متميزة. أولاً لأخذنا في مغامرة، فنحن لو لم نذهب بحثاً عن ذلك الحجر الصغير لما وجدنا طريقة نحرك بها الصخرة الكبيرة التي كانت تحجز المياه. ها؟ حسناً الآن هيا تفضل ادخل. أوه آنسة فراولة، لن يسامحنني أبدا بسبب ما عرضتهن له، ربما ليست فكرة جيدة. لا تكن سخيفا، الكل يرتكب الأخطاء. هذه لك، هيا افتحها. ولكن كل الصفحات بيضاء. إنها لك لتكتب عليها قصصنا وقصصك. أهلا بك بيننا. أهلا بك بيننا سيد طويل. لقد سميناها النافورة الحارة الرائعة. هذا رائع، هل تعمل؟ تولى الأمر سيد طويل. أنا سأفعل حتما. صداقتنا متينة وسنبقى جنبا إلى جنب، وجودنا معا يحمينا، محبتنا تنبع من القلب. الشجاعة هي ميزتنا، نحن لا نخشى المخاطر، ننتظر نهاية سعيدة، لذلك نحلم ونغامر. قد يصعب الأمر
لكن لن نخاف، مع الأصدقاء سنحقق الأهداف. موطننا موطننا. اتصل بنورس لحل المشاكل.